أصبح مسلما. أما بعد، إلى جملة هذه الأولى أشكركم توما، جملة عامة توما. بحال نمشي أنا نمشي بريزيدون نمشي توما. أنا تولدو نقول لعاب لو جون. ما كانش تجميع كما هادي. كاع نضحكو، كاع فرحانين. عندنا حاجة وجه نديرو أوبجيكتيف تاعنا ونخدمو عليه. صافي بليزي يمشي يفوت كل واحد يشوف صحاب في صحبه مع برادرز ولا مش نافع عليه. هضرنا هضره رايز غادي في بعاده دخل ولا طافيه تي اون بروجي دير لوبجيكتيف تاعك هو الاول النجاح تاعك المستقبل تاعك المستقبل تاعك سي ان اوتوماتيز كي تخمم في الكارير تاعك اوتوماتيكمون غادي تنجح المجموعه والمجموعه تنجح الفريق هذا فعلا ما يندورش في الدين ان شاء الله مدينه كبيره الله غالب سياسه احنا في العام قلت لكم عمر ابو العباس كان فات في عام كيما هكا بصح نكون قد المسؤوليه حبسه كاين الماتش على الجول قلت لك دير سيفي تلبس تيري وتجي تريني ما تخش قلت لك ما تعينيش اب ولي روح والله العظيم نعرف بلي فري فري راجل ما تمشش للفريق ما قديش نورمال سلام الله يسهل بارك الله فيك تاع رجال بصح تجي تخش غادي تخش غير روحك وتخش لي انا وتخش مدينة كول جيان صافي بليزير اللي شفت ناس قاتل فوق تيرا شفت ان جروب شفت ولاد فاميليا باش شفتك السب بزاف وهاديك السب ينقطع باذن الله مستوى النهار باسكو نتوما دي بروفيسيونيل نتوما دي جان طلعوا المستوى نفرضوا عليهم يحترمونا نفرضوا عليهم يقيمونا نفرضوا عليهم يجمعونا بالدينيه تاعنا بالعمل تاعنا بالاصرار تاعنا بريزيلو اول باش يلقى ونعرف اللي ما يدخلش علينا باسكو دي جون ويبغيكم ويشمركم واش عامل كيما قالها بالدم عليكم باسكو سي دي جون سوا هاد اكسبيريونس بصح قدو اكسبلواتو تخرجوا سوا العجب هادي نعرفها ما بقاش هادي تقول لي شتي 21 ولا 22 ولا تعرف تعرف تلعب ما تعرف انا اللي مقتنع بيكم كي انا مقتنع بيكم رحمة الوالدين لو ديشي اللي كان لا ديسيبلين صوالح ديشي كاع اللي صبرا ما تحقاش ما تحقاش انا انا يرفع لك راسك ينصور ما عنديش حاجة اخرى ما عرفش نكذب عليك ما نعرفش نمشي لك دابزنا فاكينا في التيران بصح شو دارو كي رانا انفام رانا عيحنا رانا عايلة فوتبول يكمل كلشي يكمل بصح انا باين كي نتمشى تلقاك تجي لي تجي عندي ولا تجي عندي ولا سقسي عليك ولا تسقسي عليا نفرح يقولوا لي فلان نفرح صافي بليزير تقول على فلان نجي يقولوا لي فلان نوقف منا نعطيكم الصحة الله يعطيكم الصحة من الان معاشو حتى وراس للدوزيام دار كاع كيما راه كلشي كاع كيما راه السلام على اشرف المرسلين الحمد لله نهنوا انفسنا بالفوز اليوم الحمد لله ان شاء الله تكون يكون الفريق تحسن ان شاء الله من القادم اما يتكلم على الناس اللي راهم يتكلموا على 31 مليار تاع الديون هذا الكلام هذا كان جا بكري اللي كنت نتكلم انا كانوا بعض اللاعبين اللي يجيبوا باثمان باهظه وما يلعبوش يقعدوا في البنك مجمعين وكي كنت نتكلم انا على بزاف امور كان ما يبغوش تكلمت على اللاعبين تكلمت على دوبلي بريم تاع 40 مليون تكلمت على لاعبين اللي جاو ما لعبوش كاع وداو الدراهم تكلمت على لاعبين اللي خرجوا جوج ملايير ونص لعبوا 400 دقيقه في عام ذاك الوقت ملي كنت نتكلم كانوا ينوضونا على صفحه فيسبوك كاين اثار سوء اللي كانوا يخلصوا ينوضونا خاطر كنا نتكلموا على حق الفريق ما يبغوش ها هو اصبح اليوم الفريق اللي رانا كل يوم ننادوا عليه هذا الفريق العريق اللي اصبح غارق ورانا كل يوم ندو ونتكلموا ولا حياه كيما انتو نادي انا ما بقيتش ندير مسؤوليه تاع الفريق من هذا المنبر نقول لهم يسقط الفريق انا بريء وخطيني
ان الله قال انا جيت نسلك صبحت حاصل انا. وش هي الرساله توجهها للجهه المعنيه يعني؟ انا شو غادي نقول لك؟ يليق اموال عزم من عازم يكون عندنا الاموال بخصوص اللعابه، هذه وحده. والثانيه احنا ما يقعد نستنوا الهاوي عندي يقسم علينا. كاع الولايات رئيس الهاوي متشكل رئيس فريق، هو كيما كاع الولايات كاع رمها. احنا هذا الهاوي انا عباس من بعد نتكلم عليه، عباس ما ظلمناش، عباس كان يعطينا لي شاف. وللاسف كاين واحد الجماعه في الهاوي الله يهديهم، هنديروا العباس هنردوا العباس، هاوي صبحتوا الفريق ونطلب من سيد مدير الشبيبه والرياضه يتدخل في هذا الهاوي. لازم توسيعه الجمعيه العامه، ما يقعدوش يهضروا ب 20 عام بهما، لازم يكون شبيبه في الهاوي، لازم نديروا شبيبه ترافق هذا، خاطر هذا الناس ما عندهمش غير على العباس، عندهم غير بالهاوي يعرفوا غير ندخلوا عباس نشرحوا العباس. الوغ نزيد نتكلم حاجه اخرى، هذا عباس هما جابوه، هذا عباس وما خلطوا للحاج وجابوه، الحاج كان باغي مكسي الحبيب خلطوا له وداروا عباس، عباس كان عزيز عليهم ذاك الوقت، واليوم ولا عدوهم مانيش عارف عليه. عباس كان يساعد الفريق، عطانا صكوك ومشى الفريق في وقت وفي وقت ما، وللاسف انا نحسن عونه كل خطره واحد هبوا ذاك العداله نشكي بيك لابوليس. الى راهم باغي الفريق يمشي يسقطوا من هذا الكلام السوء هذا اللي يقعدوا كل يوم ندخل ندير ونجاوب، يخلوا عباس يتعامل معنا بقانون، والقانون كاع الولايات راهم دايرينها ماشي عباس وحدها. الا كان عباس يقعد يسيرنا هو يخلص لنا هو يقول لنا، انا كرئيس نعرف شكون اللي نعطيه شهر وشكون اللي نعطيه شهر، ما نقولش لعباس يدير لي انا. الا راهم باغيين يمشوا الفريق بهذه الطريقه انا ما نتحملش المسؤوليه، الفريق الا سقط انا بارئ وخاطيني. برفقة الرئيس معنا بعض اللاعبين ربما كما يقول لك يعطوا رسالة أو يوجهوا رسالة إلى الجهة المعنية لتوقف مع الفريق، من بينهم المدافع بالحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نهنئوا أرواحنا ونهنئوا الفريق بالفوز تاع اليوم، ينشطنا باش نخدموا قدام. بون حنا سيتي حنا نطلبوا السلطات يعاونونا، يعاونوا هذا الفريق ويعاونونا حنايا كجوار، رانا غير دي جون نسحقوا المعونه. الناس راها ما قدتش الناس كاين اللي ما لحقش سولي باش يلعب، فنطلبوا السلطات يوقفوا معنا يشوفوا في هادو لي جون. رانا غير صغار، رانا غير ربحنا ربعه ولا خمسه نتاع العام اللي فات وراهم معنا غير لي جون، نطلبوا منهم يعاونونا وعندنا فرقه ان شاء الله نقدروا نديروا ماتيان، نديروا ان بون ماتيان ان شاء الله. كذلك اللاعب من فريق الاتحاد العباس. بون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على 3 نقاط تامين اليوم اللي تخلينا نحضروا بأريحيه باقي المباريات. بون رانا مع البريزيدون تاعنا سي الهناني. بون ما راهش الحاله، راها ليكيب راها يتيمه كاع، ما تكفيش البريزيدون وحده راه يجبد لارجون بوست راه يوكل اللعابه، بون ما تكفيش راه يمد لي بريم. نطلبوا من السلطات يعاونونا بزاف، رانا مخصوصين بزاف. كلمه في عن كيما نقول لك عن الوضعيه تاع فريق الاتحاد العباسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا ربي اليوم 3 نقاط، تفاهمنا احنا لعابه باش 3 نقاط يعود احنا في العباس، وكنا عند الوقت تاعنا وخلينا نضربوا بوحنا فرحنا رواحنا. فيما يخص الفريق راه يعيش وضعيه خانقه، كاش اموال البريزيدون تاعنا راه واقف كما يقول لك معنا، دي فوا يمد لنا لي زارجون بور، دي فوا يحفزنا بعيدنا لي برين، دي فوا ونوصل يشري لنا لي سولي الله غالب، وما لازم يوقفوا معنا. نطلبوا من السلطات ان شاء الله المعنيه بهذا الامر في العاجل باش يمدوا باش يعاونوا ليكيب، باسكو ليكيب راهي وحدها، رانا غير حنايا وحدنا لي جوار وبريزيدون، ان شاء الله يعاونونا باش ان شاء الله ليكيب دير الماتيان تاعها، باسكو ليكيب ما تستاهلش الوضعيه اللي راهي فيها، وان شاء الله نخلو ليكيب وين راهي باش ان شاء الله العام الجاي تكون ان شاء الله هضره واحده اخرى. شكرا. وحنا كاعلاميين نطرح سؤال او اشكال يبقى مطروح، لماذا السلطات المحليه لم تقف مع الفريق اتحاد بالعباس الذي هو في حاجه ماسه لالتفاته الجميع من اجل تحقيق البقاء في القسم الوطني الثاني؟ سي الهناني، يعني الفريق اتحاد بالعباس غير كما يقول لك غير مسموح له بالانتدابات خلال الفتره الشتويه، انتدابات كذلك في الصيف، تقدموا لنا ما هي الاسباب اللي تراكمت الديون على مستوى لجنه النزاعات؟
الاسباب الاتيه نقولها لك دروك. حنا سبق وتكلمنا على هذا الشيء اللي انا كنت عارف هذا الشيء غادي نوصلوه. وهاللي كنت نتكلم على اللاعبين تاع 60 مليون يجيبوا ب 120 180 والبزنس دايرين بالفريق. كل بدايه موسم كاين واحد لوكارو يخرجوا تاع الركريت موجود يضرب في الملعب وكاع. انا كنت جاب روحي مالغري كو انا رئيس مجلس الاداره راني في فايت 5 سنين كرئيس جبت زوج تاع اللاعبين ولا دائما تذكر الاسماء خاطر ذكرتهم. الو كنشوف الناس جاو مدارا جابوا باللاعبين بالحافلات مدارا صح معليش يعني لا نتكلموا ما خافش انا الجمهور الجمهور يعرف بان الانتدابات كانت كما نقول لك مغريه بمرتبات مغريه لكن الحل انت دروك الحل شاو هو ايجاد الاموال الحل انا اللي جبت سبونسور تاع نافا راه دايما الفريق 12 مليار انا اللي خلصت العماره 740 مليون كانت باقي لها نصف ساعه وروح باطل فهمت مديت العاصمه وجريت وتعبت واللي يقول انا يعني هنا انا اللي جبت وانا اللي تعبت وجريت وجبت هذا السبونسور ولكن السبونسور هذا راح ما بانش كاع باسكو علاه كي جبت لاعب تاع 60 مليون دير له 150 مليون هذه النتيجه غرقوا الفريق ومن غرقوه صباح براسي انا نحشم باسكو علاه بلعب بس واش عندها احنا عندنا غير الفريق نشوفوا فيه مين يتفركت هالفريق وروح شي بقى لنا في العباس ما بقى لنا والو ونسمع دروك راهم يهضروها 31 مليار ها 30 مليار بصح شكون دارها انا كرئيس ما عنديش 100 تف في 31 مليار 100 تف ما درتهاش الدين هذا الناس اللي داروا الدين كانوا يجيبوا كثر المدارة اللي كانوا يجيبوا من الانصار هذا الانصار اللي يقول لك نبغوا الفريق هما اللي جابوا المدارة شو نوصلوا الفريق هذه هي اخر رساله توجهها للسلطات باين قدو الفريق انا نقول للسلطات الفوس شوفي ليكيب ماتنو ميكش سرا تروطا دومان سرا تروطا اون فوا الفريق يطيح سي فيني باش تعاود دير الفريق كما كان عندنا في بلعباس راح صيد خلاص صيد ننسوها اتحاد بلعباس ينسى لا يقفوا معاه في ذي الوقت دائما ما يقفوش معاه الله غالب ما كانش اللي قد يسير فريق راني في مده عام ونص راني نسير المرسلين. أما بعد أنا بودي عندي رسالة نوجهها للسلطات الولائية على أساس السيد الوالي ومدير شباب الرياضة والساهرين على الرياضة من سي العباس يعني في ظل الظروف والوضعية التي يعيشها الفريق يعني هناك مشكل السيولة المالية حيث كل أرصدة مغلقة احنا نرى هل فيه إمكانية اتخاذ قرار فتح الأبواب أمام أنصار ما نقولوش كل الأنصار على الأقل نقولوا 10,000 مناصر يساعدوا الفريق ما داخل الملعب لتساعد الفريق على ساعد في فري ديبلاسمون يعني تنحي لي عدة مشاكل من حيث تنقلات الفئات الشبانية الغداء تاعهم وحتى الأكابر يكون هناك سيولة باش نستعدين نحفزوهم هذا بابنا نتمنى إن شاء الله الناس اللي سهرة على المدينة تشوف هذا الباب وتلقى حلول ان شاء الله لان انا في الشارع بصفتي كلاعب سابق نتلاقى بالمناصرين وعرضوا لي هذا الكلام باش نوصله انا للسلطات قال لك احنا مستعدين ندخل الملعب ونخلصوا حتى ال 500 دينار باش نساعدوا بها الفريق يعني نتمنى ان شاء الله تشوفوا في هذا الحل وان شاء الله يكون خير وبارك الله فيكم.